فيسبوك. ومرحبا بكم الإخوان اللي تدوزوا عندي اليوتيوب في هذا الفيديو جديد الكانتي ديال يوم الأحد. قبل ما نهضروا على الكانتي ديال غدا غادي نهضروا على الكانتي ديال اليوم. الكانتي ديال اليوم كما الإخوان اللي كانوا معايا البارح في اللايف كنت تكلمت على الطواكر ديال الكورسا. كنت قلت لهم 6 و 7 غيطلع فيهم واحد و 11 هو لا سوربريز ديال الكورسا. وقلت لهم غيطلع واحد جوج ديال الخيل في 60 كيلو. وكنت اليمينيت 10 و 8 ما غاديش يجيو هما 15 و 13. المهم كان اللعب عندنا قريب ولكن ثقينا. اليوم كانت ديزورت خلص مزيان. هذا هو اللعب اللي تعجبني انا تجيو لي طوكار تدخلوا في الكورسه. اما الديزوردات ديال 70 درهم 80 درهم ما كنلعبش عليهم انا بصفه نهائيه. المهم الخوت غنهضروا لوجيك على الكورسه ديال غدا. الكورسه ديال غدا كورسه لي ستيد غدا لا ديستانس ديالها 3600 غدا 100000 اورو بالريفيرونس بليس 9. كاين 16 عاود اوتيل. نهضروا على الخيل اللي انا قلبتها وبحثت عليها تنظن. نهضروا على لاباز. لاباز كاين جوج ديال الخيل او حتى ثلاثه. لاباز اول عاود ديال لاباز هو رقم 12 لو نيميرو 12 مع هذا الخيل خويو ديال نيكول احسن اونترينور كاين حاليا في فرنسا. المهم لاباز الاول هو الرقم 12. لاباز الثاني الخوت لاباز الثاني هو الدوه. الدوه هذا دار معهم 4 ايام في اخر كورسا كان رونتري عاود صحيح. تنظن هو العود الثاني ديال لاباز. العود الثالث اللي غيبقى تروازيام بلاص او كاتريام كاين لونيميرو 4. هاد الكات هذا اخر كورسة مشى معاهم وكان طومبي في اخر حاجز. كان غادي من جوج الاولين وطاح في الحاجز الاخير. ربما هو العود اللي غادي يرجع غدا. هادو هما ثلاثه الخيل ديال الباص الاول. وكاين الخيول الاخرى اللي تقاتل على كاتريام سانكيام بلاص. كاين اول عود هو الخمسه. ربما هاد الخمسة كان رونتري مشى معاهم دار زيرو ممكن يرجع. العود الثالث المهم قلنا الباز 12 4 2 وقلنا كيبقاو خمسة ديال الخيل من مور دوبل اكس. كاين 6 و 7 5 و 6 و 7 وكاين 10 و 6. هادو خمسة الخيل اللي غيبقاو مور الاكس اللي عنده الامكانيات وغيدير الدوبل اكس ورش هاد الخمسة والستة والسبعة والسيز يزيد داك التريز حتى هو لا سوربريز ديال الكورسا. هو داك التريز حيت هاد التريز هذا ديال كوتاش ميدلان غيمشي طوكار غدا غيمشي بعيد ربما يكون هو المفاجأة. مشى جوج كورسات في التيران كان دار طومبي وحدة دار فيها أريطي ومشى في واحد الريفيروس اللي هي واعرة بزاف دار فيها طومبي. كان مشى هما وجوج الجوج كان وقيلة دار سانكيام وقيلة كاتريام. كان مشى 62 كونتر ان وكان هاد التريز هدا مشى 20 كونتر ان يعني 20 كونتر ان يعني كان مرشح على الدو. ممكن هاد التريز هو لا سوربريز ديال غدا اليوم الأحد. وجا في البوا مع 14 ربما هو اللي غيطلع. المهم الخوت كما قلنا لاباز الاولى كاين 12 وكاين 2 وكاين 4 وكاين دوبل اكس. غادي نمشيو لعند عند 5 و 6 و 7 و 10 و 6 ولا سوربريز هو 13. المهم الخوت هادشي اللي كاين اليوم. ان شاء الله الخوت في العشية بالليل ان شاء الله غندير واحد اللايف وغادي نحاولوا نتكلموا عليهم. ولا كانت شي حاجه
بقى ما مخبير، انا غادي نعاود نقلب. المهم اخواتي، انا غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالي على اليوتيوب، دخلوا ليها وتابوناو ان شاء الله غادي نكملوا الشروط ونبقاو في على اليوتيوب باش تكون واحد المشاركه قويه ما بين الاخوان. شحال من واحد دابا نتسنتو ليه، كاين الناس اللي تيبغيتهم غادي يتكلموا، حتى حنا نتسنتو ليه وتكون الافاده ما بيناتنا. والهدف ديالنا هو هدف واحد، هو نفرعوا هذيك فرنسا باللعب النقي العشوائي. ما كاينش كما اليوم الخوت قلت لكم التيس والويت بيناليزي، ما تلعبش ليا التيس وما تلعبش ليا الويت، هادو راه ما يشاركوش. عاوتاني العود اللي قلت لكم ربما غتموت الوادي 54 كيلو، ماتت هي ديال 14 والكنز والسيس، وطلع بوا ديال 60 كيلو. الخمسة كان عندي باز دار سيزيام، الناف كنت حطو ربما يفاجئهم دار ساتيام، وهذا هو اللعب. هذا هو لاشونس ديال الخمسة، خرج مع الطلب في لاليندروا، كان هما والناف، كان الطروا والدوه والأون صحاح عليه. هادشي اللي كاين اليوم، والخوت تل ان شاء الله اليوم بالليل نديرو واحد اللايف ويكون خير. نذكركم اخوتي بالباز، الباز قلنا الدوز والدو والكات دوبل اكس 5 6 7 10 16، والتريس يبقى في لسوربريز، ربما تريس عودة، ربما طلع عليهم. وهادشي اللي كاين الخوت، وان شاء الله حتى الليل نتلاقاو. بونسوار.